بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا بشكر الزملاء الأفاضل والإخوة الأعزاء، دكتور أشرف بيه مدير الفرع، الدكتور أسعد بيه رئيس المؤتمر، والزملاء الأفاضل على دعوتهم الكريمة، وإن شاء الله بنتمنى لهم يا رب يوم مثمر وناجح، وبنتمنى يا رب المزيد والمزيد من التقدم والرقي، وإن شاء الله يا رب عقبال المؤتمر المليون. يعني يمكن أنا بواقع السبيشياليتي بتاعتي وهو الكارديولوجي، في دايركت كونتاكت ريليشن شيب بين الدايابيتس والكارديوفاسكولار ديزيز، ويمكن هنا السكوب بقى اللي احنا عايزين نوضعه النهارده ونقول فعلا ان هل في ارتباط بين الكارديوفاسكولار ديزيز وبين الدايابيتس ولا لا. This is my agenda. This is the objectives. Firstly, the cardiovascular disease and the type 2 diabetes. بنقول إن the cardiovascular disease is a significant global burden and represent about 31% due to the cardiovascular disease of deaths among the 2012. Type 2 diabetes increasingly prevalent and with the type 2 diabetes leading cause of this in this population. يعني ان type 2 diabetes دايما ليه contact relation بين الكارديوفاسكولار ديزيز وبين الكوز اوف ديس، بالاضافه الى ان زياده في الريسك اوف هارت فيلير مع الدايابيتس، لدرجه انه ظهر تيرم بيه اسمه diabetic cardiomyopathy من كتر ما الفريكونسي بتاع الدايابيتس والكارديوفاسكولار ديزيز. الجزئيه الثانيه طبعا الكي مانيفيستيشن اوف كارديوفاسكولار ديزيز، حضراتكم تعلموا جيدا الاستروك والهارت فيلير والكورونري ارتري ديزيز والبريفرا ارتيريال ديزيز، كل ده ديزيز بيبقى ليه علاقه بالدايابيتس، لانه واحد من بالحاجه بسيطه اندبندنت ريسك فاكتور فور بوث مايكروفاسكولار ومايكروفاسكولار كومبليكيشن. وطبعا المسج اللي واضحه ومعروفه هي الاندوثيليال ديسفانكشن اللي بتبقى دايما هي اللي ليها علاقه ما بين المايكرو والماكروفاسكولار ايفنتس، سواء المايوكارديال انفاركشن، سواء التي اي اي الستروك، البريفيرال ارتيريال ديزيز، ايفن حتى على مستوى الكيدني. عشان كده بنقول ان الدايابيتس بيحصل فيها هايبر جلايسيميا وانسولين ريزيستنس، بتؤدي في النهايه للانفلاميشن واندوثيليال ديسفانكشن، تؤدي الى كارديومايوسايتس وهايبرتروفي في الهارت، بتؤدي الى اكتيفيشن للراس سيستم اللي في النهايه بيؤدي الى ما يسمى بالاسكيميك كارديوميوباثي او هارت فيلير ان دايابيتس. ومن هنا جت العلاقه ما بين الدايابيتس والكارديوفاسكولار ديزيز. الجزئيه اللي بعد كده ان الدايابيتس بيدبل الريسك اوف فاسكولار ايفنتس، يعني كل ما العيان بقي دايابيتك الريسك اوف كارديوفاسكولار ايفنتس بتزيد للضعف، وده خطورة الموقف اللي احنا بنتكلم عليه، وان الدايابيتس is associated with significantly loss of the life years. كمان الموديفايبل كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز ار كومن ان بيشنت وذ تايب 2 دايابيتس، زي الهايبرجلايسيميا، زي الهايبرتنشن، زي الديسليبيديميا، وزي الاوبيزيتي، وان الكارديوفاسكولار ديس از انكريزد ان بيشنت وذ دايابيتس اند مالتيبل ريسك فاكتورز. السكند اوبجكتيفز هنا هاو تو ابروتش اند مانجنج للكارديوفاسكولار ريسك ان بيشنت وذ تايب 2 دايابيتس. ظهر كده تيرم وايتمز اسمه كارديو رينال ميتابوليك سيستم. الكارديو رينال ميتابوليك سيستم ده هو ان الاكيوت اند كرونيك ديسفانكشن اوف ذا هارت اوف ذا كيدني اند ميتابوليك باثواي مي انديوس ديسفانكشن اوف ذا اذر، وده اللي انا بسميه الكارديو رينال ميتابوليك سيستم. و each dysfunctional organ has an ability to initiate the disease of the other organ. والتايب 2 diabetes محور الحديث النهارده هو واحد من الريسك فاكتور of the disease related to the cardiac and renal system. And the disease of the cardiorenal system share many of the same risk factors زي ما حضراتكم شايفين، الكورونري artery disease، الام اي والستروك، ال ال في dysfunction، والاند ستيج رينال ديزيز. So the patient with type 2 diabetes has multiple risk factors that contribute the cardiorenal metabolic، زي ما حضراتكم شايفين في السي كي دي بيشنت مع الكارديوفاسكولار ديزيز والهارت فيلير. وان بريزنس اوف سي كي دي او الكرونيك كيدني ديزيز بيزيد الريسك فور ذا كارديوفاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي. So if there is a gaps في التريتمنت اوف type 2 diabetes بعد ما ظهر الكارديوفاسكولار ريليشن شيب
بينها وبين الديابيتس، هل في لسه دواء نقدر نوظفه عشان يحسن الديابيتس والكارديوفاسكولار ديزيز؟ واعتقد الاميرجينج ميديكيشن دلوقتي وهو جروب الاس جي ال2 ان جي ال بي1 اجونست. وهنا يمكن التارجت في التريتمنت اوف تايب 2 ديابيتس، عندي البلاد جلوكوز كنترول ولازم البلاد بريشر يقل عن 130 80 والال دي ال طبعا كوليسترول لازم يقل عن 70، ولو ويل استابليش اسيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز يبقى اقل من 55، وطبعا الدايت واللايف ستايل. انما ظهرت بقى الاس جي ال2 والجي ال بي1 ذات بروفايد ذا بينيفيتس اكروس ذا كارديو رينال ميتابوليك سيستم اللي احنا اتكلمنا عليه من لحظات، واللي ليه بقى كومبلمنتري افكت على الستاندرد كير اوف تريتمنت اللي اد فاليو للعيان بتاعك بعد ما كان بياخد الفول تريتمنت اوف ذا انتي دايابيتيك. من خلال ايه بقى؟ من خلال الريدكشن للالبومينوريا والكارديوفاسكولار بينيفيتس، من خلال الكارديو رينال بينيفيتس اللي بياخده العيان، من خلال الريدكشن اوف كارديوفاسكولار ديس والبومينوريا في حالات الكيدني ديزيز، ومن خلال الميتابوليك افكت والكارديو رينال افكت. وده ما جاش من فراغ في الحقيقه، لانه كان ده خلاصه الكارديوفاسكولار اوتكمز اللي في الجزئيه دي، وهي الامباجليفلوزنز مع الامبارج والكانجليفلوزن والكانجليفلوزن والكانفاس بروجرام والديكلير مع الدابجليفلوزن. كل ده كان في النهايه بيؤدي تقريبا لنفس المسج، ان ديكريس في الهارت فيلير هوسبيتاليزيشن والكارديوفاسكولار ديس والثري بوينت اوف ميس. طب من خلال ايه؟ ليه الجروب ده عمل الضجه الكبيره في مجال الدايابيتس والكارديوفاسكولار ديزيز؟ عشان الافكت بتاعه من خلال الميوكارديال بريشر، من خلال الليف فنتريكولار وول ماس ريدكشن، من خلال الريدكشن للافتر لود والبري لود، من خلال الكارديوفاسكولار ايفنتس والبودي ويت والاي 1 سي اللي بيتحسن بشكل واضح جدا. يعني كومبلمنتري ميكانيزم اكثر من رائعه يستفاد بها العيان بتاعنا. طب هو بيحسن الكونجيشن من ناحيه ايه؟ بيحسن الكونجيشن من خلال الانترستيشيال كونجيشن، بيقل من خلال الكاردياك فيلنج بريشر اللي بيتحسن، ومن خلال الاكسسيف بلاد ديبليشن. عشان كده الديفرنت ميكانيزم اوف اكشن اوف ذيس جروب سيلكتيف ريدكشن للانترستيشيال فوليوم وامبروفمنج للرينال فانكشن وريدكشن لليوريك اسيد ليفل. الاوبجكتيف الثالث، الكلام ده ما بيبقاش غير بايفيدنس بيسد ميديسن، وزي ما قلنا لحضراتكم الديفرنت ترايلز اللي احنا مش هنخوض فيها، الامبريك بالنسبه للامباجليفلوزين والامبرور ريديوسد كمان لدرجه ان انا قدرت استخدم الدواء ده ايفن ان نون دايابيتيك بيشنت في حالات الهارت فيلير، ايفن ان نون دايابيتيك بيشنت. كمان الامبرور بريزيرفد ايفن لو العيان ده ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن اقدر استخدم هذا الجروب. مش المولكيول ده بس، كمان الامبا كيدني كمان والريليشن مع الكرونيك كيدني ديزيز، كمان الدابجليفلوزن من الترايلز اللي كانت اثبتت ذلك الديكلير طبعا، والدابا هارت فيلير في استخدامي للهارت فيلير، دي حاجه من الحاجات، وكمان الدابا سي كي دي للكرونيك كيدني ديزيز. عشان كده اعتقد ان دلوقتي اصبح الكارديولوجيست كان انجيج في التريتمنت اوف دايابيتيك بيشنت. اما بالنسبه في الابديت في الجايد لاينز، طب وصف بعد ما اتكلمنا على الكارديوفاسكولار اوتكمز، هل الجايد لاينز اختلفت؟ هل الجروب ده بقى ليه رول في الجايد لاينز؟ في الحقيقه زي ما مانشستر سيتي كده امبارح كان طايح في كل اللي قدامه وعمل ملحمه امبارح في قبل نهائي دوري الابطال، وكل حاجه رايح فيها لقدام، كمان الجروب ده رايح في كل الجايد لاينز. كل يوم ننام نصحى نلاقي اتحط الجروب ده في جايد لاينز من الجايد لاينز المهمه اللي تهمنا في حياتنا. يمكن الاي دي اي جايد لاينز اتكلمت وقالت في 2021 ان البيشنت ويز تايب 2 دايابيتس ويز استابليشد اسيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، لو سمحت نوصف الجي ال بي 1 اند اس جي ال 2 انهبيتور with the demonstrated cardiovascular benefits. كمان اتكلمت على ان ال patient with type 2 diabetes with diabetic kidney disease ال SGL2 in patient with estimated GFR اكتر من 30 it's a benefits or a great benefits for these patients.
كمان in patients with CKD who are increased risk for cardiovascular events GLP-1 reduce the renal endpoint, ودي من الحاجات المهمة. كمان وصفت بقى algorithm للtreatment of diabetic patient وهي ان البيشنت ويز ويل استابليشد اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز وهاي ريسك بستخدم الجي ال بي 1 والاس جي ال 2، انما لو عنده هارت فيلير انا بروح للجروبز بتاع اس جي ال 2 ويز بروفن بينيفيت فور ذيس بوبوليشن. كمان الدي كي دي او الدايبيتيك كيدني ديزيز الاس جي ال 2 برايمري ايفيدنس فور ريدكشن للكرونيك كيدني ديزيز بروجريشن، وايفن حتى لو العيان ما عندوش بروتينيوريا. كمان الكنديان كارديوفاسكولار سوسايتي اوصت بنفس الوصايا ان انا العيان بتاعي لويل استابليش اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز احنا كان ريكومند ذيس جروبس. كمان الكيدوكو جايد لاينز في الكيدني برضو وصف العيان واستفاده العيان بهذا الجروب فور موست بيشنت الراس والاس جي ال 2. و اخيرا الايفن الكارديولوجي جايد لاينز الاي اس سي اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي، يعني حاجه بعيد خالص عن الديابيتس، اوصت ان الجروب اوف اس جي ال 2 ريكومندد في البيشنت تايب 2 ديابيتس ويز كارديوفاسكولار ديزيز اور فيري هاي ريسك بيشنت. زي ما حضراتكم شايفين البار اللي بالاخضر ده هايلي ريكومندد فور بريسكريبشن. واوصت وقالت ان الدابجليفلوزين والامباجليفلوزين ريكومندد ان بيشنت ويز ايفن هارت فيلير ويز ريديوس ايجكشن فراكشن تو ريديوس ذا هارت فيلير هوسبيتاليزيشن ويز اور وذاوت دايابيتس. الزملاء الافاضل، ماي تيك هوم مسج، تايب 2 دايابيتس از ا ميجر اندبندنت ريسك فاكتورز فور كارديوفاسكولار ديزيز، انديوسيليال ديسفانكشن اند بروجريشن اوف ذا اثيروسكليروسيس از اكسلريتد ويز تايب 2 دايابيتس، ذا بيشنت ويز تايب 2 دايابيتس are significantly increase the cardiovascular risk, the addition of risk factor associated with type 2 diabetes, the hypertension, dyslipidemia, visceral obesity, hyperglycemia, and renal dysfunction are all associated with further cardiovascular risk. And thank you.